العافية. وحاليا احنا متواجدين في بروفا لمساعدة الميقاتل إن شاء الله تنعرض في أيام العيد. نوجه تحية من موقع Q8 Focus لجميع المشاهدين والجماهير اللي إن شاء الله راح تحضر، واللي ما حضر خليه يحجز. طبعا بما أن احنا بالعيد افتكر راح تكون عيدية لأهلك لزوجتك لأي كان، تعطي عيدية صاحب دارة تعطي فلوس، عطى كرسي المسرحية وإن شاء الله تستمتع. جروب جدا جميل، إخراج أستاذ خالد المفيدي. طبعا المسرحية كنص ممتازة، كإضاءة ممتازة، كديكور شايفين وراكم الشغل. فيها نجوم كثيرين مثل عبد الله بهمن، نواف القطان، ملاك لجين، من بعد ويانا المبدع يوسف البغلي، وايضا نجم من نجوم العرب مهند الجميلي اللي كان في عرب جوت تالنت الجزء الثاني. واللي ما يحجز يا ويله، اللي انا ولي بالمسرحيه بيموت عندكم يا القاتل. ما في ملاقه كذي، ما يخالف عادي. يلا يعطيكم العافيه وبارك الله، شاركونا على التقرير.